بعد نهاية اللقاء الثالث لي مع الاتحاد وبمواجهة التعاون، كان هناك العديد من الأمور السلبية والإيجابية. في مواجهة التعاون في الشوط الأول كنا الأفضل وسجلنا وسيطرنا، وفي الثاني بصراحة لم أقرأ المباراة بشكل جيد ولم ننجح في زيادة النتيجة، وأنا غير سعيد بذلك وكذلك فريقي. علينا أن نعطي التعاون حقه، لديهم أسماء جيدة ويقدمون كرة قدم رائعة. بالتأكيد الانتصار والصدارة بين برونو هنريكي ثلاثة. ما صدقت أنا ألاقيك، أحبك وأعشقك وأبيك أنا يا عمري. من ظهرت معلومات إنه أنت كنت متابع الاتحاد من قبل، هل فعلا هذه المعلومات صحيحة ومن متى كنت تتابع الفريق؟ بالنسبة لي أتابع الدوري السعودي منذ زمن، حتى قبل توقيع الاتحاد كان هناك أسماء قبلي كثيرة من رومانيا يدربون كالوشيسكو وكوزمان وساموديكا. من المدربين السابقين اللي سألته عن الدوري السعودي واستشارته قبل قدومك لنادي الاتحاد؟ نعم، سألت بعض الأصدقاء قبل قدومي، وعلى كل حال أنا هنا لمساعدة الفريق على تقديم الأفضل، لأن الدوري هنا قوي جدا ويحتاج إلى عمل كبير، وأسعى لتحقيق الانتصارات وإسعاد الجماهير. تغير في نادي الاتحاد في الفترة الأخيرة، إيش الشيء اللي اشتغل عليه؟ وهل فعلا تغير فقط الجانب الحماسي؟ لا شيء بعد، لم نحقق حتى الآن شيئا مهما ومختلف، يجب علينا أن نتحسن أكثر فأكثر، فالوضعية الحالية لا تكفي، انتصاران وتعادل لا ترضيني هذه المحصلة، كان يجب أن ننتصر في كل مباراة وأتمنى أن نوفق في القادم. Juego.